بخصوص الاحتفال ديالك بتحية عسكرية، البعض قال بأنه هي ماشي تحية عسكرية لأنه هي في شكل تحية عسكرية، ولكن في التسليمة أو في التحية بالضبط ديال اليد ماشي هي ديك. شنو 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 هو الميساج اللي عندك من ديك التحية واللي أصريتي عليها خصوصا في ماتش ديال من بعد الماتش ديال الرجاء؟ هذيك اللقطة اللي درت ما درتهاش اليوم، بالعكس درت اليوم سلام ديال العسكر. من بعد المباراة ديال فريق الرجاء البيضاويين كنعاود لهم بانني ما درتش، درت اللعابة ديال الحجر اللي كانوا كيضربوا بالحجر هي اللي درت. يعني هذيك ديال كتقبض في راسك، يعني شي واحد طاح هذيك ديال الحجره، هذيك غيبوبه درناها في هذه ديك الغيبوبه. وديك الشعار اللي تيقولوا عليك بانك قتلتي جمهور الرجاوي، شنو نقول لك؟ هذاك الصحفي الله يسمح ليه مسكين، دابا مع كثره المغاربه تبارك الله فاهمين، وهذه كيقراو غير العناوين، غيسمعوا العناوين غيقولوا صحابو هذا موجود صحابو قتل بصح، ماشي غير الله سبحانه وتعالى هو اللي الاجل ديال هذاك السيد وفاه. ما جيتش انايا، جيت سبب، والله هو اللي كيحكم والله هو اللي كيشوف. توفيق، تمنى لك التوفيق.